خلوني اخد مداخله مع دكتور اشرف كمال مدير المركز المصري الروسي للدراسات. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضل دكتور اشرف. الوضع يعني متأزم جدا في ما حول روسيا وما كانت تسمى بجمهوريات الاتحاد السوفيتي القديم، والتعاون بين مصر ومولدوفيا في المجال الزراعي، كيف تقيمه وتقيم بيان وزارة الخارجية النهاردة والمؤتمر الصحفي في اللقاء ما بين وزير الخارجية المصري وأيضا الوزير المولدوفي مع بيان الخارجية أيضا بعودة الناس من أوكرانيا؟ الأمور متوترة على كل المستويات. لا يعني هو فيما يتعلق بعلاقات مصر الخارجية، نحن نعلم جميعا أن مصر 30 يونيو تدير علاقات الخارجية بشكل متوازن ودقيق جدا مع كافة الأطراف، وهي ليست طرف في أي صراع من الصراعات الإقليمية أو الدولية، بل هي يعني تعزز من مصالح الشعب المصري وتعزز من الدولة الوطنية المصرية في كافة المجالات وفي كافة وعلى كافة الأصعدة إقليمياً ودولياً. إذن العلاقات المصرية الروسية تسير بشكل جيد، العلاقات الروسية المولدوفية مع دول البلطيق أو دول الحلف الشمالي الأطلسي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي أو حتى مع أوكرانيا حكومة كييف تسير أيضاً وفقاً لمصالح الدولة المصرية وليس انحيازاً لطرف ضد طرف. طيب بالنسبة بقى لتحذير الخارجية المصرية للمصريين هناك، أول مرة ترسل بيان أو تصدر بيان بأنهم يتوخوا أقصى درجات الحيطة والحذر ويبتعدوا عن أماكن الخطر ويأمنوا احتياجاتهم الضرورية، وأنهم صيغة البيان بأن يستعدوا للعودة لأرض الوطن حفاظا على سلامتهم بتقول أن في تنسيق لهذه العودة. حب أعرف رأي حضرتك. لا هو يعني أنا بيان تحذير أنا لم أقرأه بعد ولم أعلم عنه شيئا، ولكن إذا كان هناك بيان تحذير فهذه نقطة إيجابية وليست سلبية، لأن يعني الوضع في المنطقة وضع يعني حشود الحلف الشمالي الأطلسي يحشد حشد عسكري غير عادي غير مسبوق، الوضع متوتر في منطقة البلطيق، الوضع متوتر في الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. نظر يعني بالأمس بيلاروسيا هي أقرب الدول الحليفة إلى روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، أعلنت أن هناك انتشار لقوات مشتركة روسية بيلاروسية على الحدود مع أوكرانيا ومع بولندا، وبالتالي نحن هنا أمام وضع متوتر، وبالتالي تحذير المصريين بتوخي الحيطة والحذر ده أمر منطقي وطبيعي لأن الوضع متوتر وعلى كل المصريين أن يتوخوا هذه، ليس المصريين فقط يعني كل المواطنين العاديين حتى المواطنين أوكرانيا. طب دكتور أشرف عايز أخد رأي حضرتك في تصريح للأمين العام للناتو ستولتنبرغ قال أن انتصار روسيا في الصراع في أوكرانيا سيكون هزيمة لحلف شمال الأطلسي، هل حضرتك تعتبر أن هذا التصريح من قبيل حفظ ماء الوجه باعتبار أنه الانتصار قد حدث بالفعل، ولا أنه ما زالت هذه الضربات الأوكرانية الإرهابية بحد وصف فلاديمير بوتين؟ النهاردة كان في قطع للكهرباء على حوالي أكثر من 2000 مواطن روسي بضربات أوكرانية، وكان في من عدة أيام تفجير جسر كيرتش في اللي بيربط القرم بروسيا. بتشوف ده هيأزم الوضع ولا التصريح ده بينبئ بإيه؟ لا يعني هو تصريح أن انخراط حلف الشمال الأطلسي في الحرب مع في أوكرانيا ده يعني معروفة ووضح الشمس بدليل الاعتراف باستمرار الامدادات العسكرية من الغرب، حتى أن ستولتنبرغ نفسه في نفس التصريح وفي نفس حديثه يقول أن المخزون الأسلحة التابع لدول حلف الشمال الأطلسي قارب على النفاذ لأنها كانت تمد أوكرانيا وأنه سيتم إنتاج غيرها. إذن الحلف بكل قوته العسكرية يستجير العسكرية منخرط في الأزمة، وبالتالي هو الحرب هنا كما يعني نعلم جميعا ليست حرب ضد الشعب الأوكراني، ولكن هي حرب ضد محاولات فرض حلف الشمال الأطلسي توسعه وبناء قواعد عسكرية بالشكل الذي ترى فيه روسيا تهديد لأمنها القومي.
ولكن احنا هنا يعني هذا الاعتراف يعني من ناحية القانونية او من ناحية ربما يؤكد نقطتين. هو اعتراف واضح وصريح من حلف شمال الأطلس على لسان أمينه العام بالانخراط المباشر في الحرب. أي. وبالتالي هذا يعطي لروسيا مبرر للتصعيد ضد دول الحلف شمال الأطلس على المشاركة والمنخرطة في الميدان. أنا لا أقول هنا في الدول في داخل حدود هذه الدول، لكن أي تدخل في ميدان المعركة يعطي روسيا الحق في مواجهة هذه طبعا، وخصوصا خصوصا بعد تصريحات فلاديمير بوتين ان الاقاليم اللي انضمت يعني لروسيا. إذن علينا ان نستدعي يعني حلف شمال الأطلس اليوم في ورطة، الولايات المتحدة الامريكية وانخراطها في ورطة. أيه. الولايات المتحدة الامريكية تواصل دعم اوكرانيا، واليوم تدعو يعني بالامس كان هناك تصريح واليوم تصريح مخالف معاكس تقريبا على عكس الاتجاه، وانه يطالب بالمفاوضات وضرورة ضبط النفس. بشكرك جدا. إذن هناك حالة من الارتباك داخل الحلف الشمال الأطلسي. بشكرك يا فندم. رغم معسكرات التدريب المنتشرة في دول الحلف فيما يتعلق بإعداد وتجهيز ما يزيد عن 10,000 مقاتل أو عنصر أوكراني للانخراط في الحرب. شكرا جزيلا دكتور أشرف كمال مدير المركز المصري الروسي للدراسات. وخلوني أخذ كمان الكاتبة الصحفية المتخصصة في الشأن اللبناني الأستاذة جيلان جبر حول خبر ترسيم الحدود الإسرائيلية اللبنانية. مساء الخير يا فندم. مساء النور. ترسيم الحدود المصرية الإسرائيلية سوري اللبنانية الإسرائيلية، هذا الترسيم كان منتظر منذ فترة طويلة. أستاذة جيلان اسمحي لي أسأل حضرتك، هل ترك الشعب اللبناني عمدا ليجوع وتركت الدوائر السياسية اللبنانية على جاسم على صدرها نفس القادة القدام، ولم يعترض حزب الله اللي تسبب في كل هذا الخراب للبنان على ترسيم الحدود؟ يعني هذه هي هندسة من أجل إنجاز هذا الاتفاق في رأي حضرتك ولا إيه؟ لا وليس هندسة، ولكن هناك اتفاقيات دولية، كان هناك ضغط على حزب الله الذي يعاني الشعب اللبناني من سلاحه وتهديده الدائم، لأن هناك جيشين في هذه الدولة، جيش حزب الله أقوى من الجيش الدولة اللبنانية للأسف. تمام. وبالتالي هناك ضغط على حزب الله من إيران وظروف الإيرانية، وهناك اتفاق أمريكاني إسرائيلي تم الضغط فيه على أن تكون هذه الاتفاقية وين وين، يعني المكسب للجميع. سيكون هناك مكاسب لإسرائيل كما سيكون هناك على المدى الطويل مكاسب للبنان وليس على المدى القريب، ولكن كانت لبنان تحتاج هذا الاتفاق في آخر أيام رئيس الجمهورية الذي سيترك قصر بعبدة يوم 30 أكتوبر القادم يوم الأحد القادم. طيب ليه في رأي حضرتك جو بايدن وصف الاتفاق بأنه اختراق تاريخي؟ وهل فعلا هيكون التقسيم عادل وهيتم الترسيم بناء على القواعد الدولية؟ نعم، الترسيم سيكون اتفاق مكسب للطرفين، ولكن هو اختراق. نعم هو اختراق، لأن حزب الله لا يمكن أن يبدأ دي أولى خطوات التطبيع كما تقول هناك دراسات أخرى، ولكن هذا الاختراق تم بناء على ضغط على إيران بهذه الظروف التي تعاني منها، وبناء على مكاسب سيحصل عليها حزب الله لأنه يحتاج إلى الأموال ويحتاج إلى التدخل مع الشركات التي ستأتي للتنقيب، ويحتاج قطر التي ستكون من الدول الأساسية في هذا الاتفاق في إخراج البترول أو إخراج الغاز، أنا أسفة، ستكون الشركات القطرية الموجودة باتفاقيات مع حزب الله. يعني خلينا نتكلم، هناك بزنس أو هناك مصالح أكبر من السياسة الآن، المصالح والاحتياج والحالة الاقتصادية التي يعاني منها العالم كله أيضا لبنان تعاني منها، هناك حزب الله الذي سلاحه أقوى من سلاح الدولة، يعني تغاضى ووجد أنه اتفاق مربح للطرفين الحقيقة، إذا كان على الجانب الإسرائيلي أو على الجانب اللبناني فهو مربح للطرفين. اللبنانيين يقولون نبيه بري وهو تابع لحزب الله، ورئيس الجمهورية الذي اختاره حزب الله ميشيل عون، كلهم متفقين على هذا أنه هناك مكاسب للدولة اللبنانية، ولن تعاني لبنان من أزمة اقتصادية طالما هذا الغاز سيخرج عن قريب. أنا أقول أن هذا الغاز سيخرج عن فترة طويلة قادمة وليس الآن، ولكن إسرائيل هي التي بدأت بالفعل بسحب هذا الغاز. طبعا. شكرا جزيلا الأستاذة جيلان جبر الكاتبة الصحفية المتخصصة في الشأن اللبناني. وكالة شينخوا الصينية للأنباء
أبرزت إعلان مصر إطلاق حملات ترويجية لمقاصدها السياحية خلال الموسم السياحي الشتوي 22-23 في عدد من الدول لزيادة أعداد السياح الوافدين إليها. وذكرت في تقرير أن الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة أطلقت هذا الأسبوع لمدة 6 أسابيع حملة جديدة لبعض الدول المستهدفة من بينها فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في إطار حرص الوزارة وزارة السياحة المصرية على جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذه الأسواق خصوصا خلال الموسم السياحي الشتوي. الأستاذ فارس حسني أمين عام نقابة سياحية مصر، مساء الخير يا فندم. مساءً بحضرتك، مساء النور. هل هذه الدول اللي ذكرتها هي فعلا الدول الأكثر عناية من وزارة السياحة المصرية؟ لم نرى بينها مثلا السويد، ألمانيا، السواح اللي بنقول عليهم الكلاس A أو الإليت تورستس يعني؟ طبعا هي الوكالة بالفعل، الوكالة الصينية شنيخوة، ذكرت الدول ديت فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية للترويج على الموسم الشتوي في 2022-2023 في زيادة عدد أعداد السياح الوافدين إلى مصر. طبعا احنا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كان له تقرير في النصف الأول من 2022 اللي هو 5 مليون سائح بحجم 52 مليون ليلة سياحية في 2022. طبعا احنا الوكالة طبعا جابت الترويج دوت من ده تقرير نصف سنوي مش كده؟ نصف سنوي. تمام تمام. طبعا السياحة طبعا في أوروبا مهددة بشتاء قارس بسبب ارتفاع برضو الطاقة ما أنا عشان كده بقول لحضرتك ألمانيا والسويد وسويسرا والدول اللي هي يعني ما هتصدق تيجي هنا وهي أصلا بتحب هنا. طبعا الناس السياح في اوروبا، وطبعا احنا بيجي لنا من اوروبا لمصر بنسبه 50% من السياحه، والشرق الاوسط 18% واوروبا الغربيه 7%. فطبعا هو هناك ترويج كبير جدا، ده كمان من خلال الدوري الانجليزي وتوتنهام ومباراه البرايتون، وتم الاعلانات في اللوحات اللي داخل الاستاد من خلال الترويج للسياحة في مصر، لمصر بتتميز بأهمية السياحة الدافئة والترويج اللي احنا شايفينه للعالم كله بيشوفه، وبالذات كمان احنا داخلين كمان على تعامد الشمس على معبد أبو سمبل يوم 22/10، والحملة مستمرة لغاية 13 نوفمبر بإذن الله. طيب كمان يعني موضوع كوب 27 والهوامش العظيمة اللي هتحصل حواليه واللي بدأ الإعداد ليها من الآن وهيبقى فيها جزء من الترويج السياحي، كل ده وأيضا كان عندنا وما زال الحدث بتاع ستيفانو ريتشي في معبد حتشبسوت في الأقصر، كيف تتوقع يعني آخر 22 هيكون بقى مع يناير 23 ممكن يصدر تقرير لعدد السياح خلال عام 22 بالكامل، وهيكون الموسم الشتوي أوريدي بدأ من يعني يكون خد 11 و12 مثلا، فهل تتوقع وصول الرقم عدد السياح الى بالفعل احنا نتوقع بنتوقع باذن الله لعدد يصل الى 15 مليون سائح بالفعل، واحنا باذن الله احنا نتوقع هذا الرقم لان مصر على الخريطه السياحيه العالميه، واحنا شايفين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برضو في الافتتاح المتحف المصري الكبير والترويج الكبير العالمي اللي معمول له، وطبعا مصر فيها اماكن جميله جدا للترويج السياحي العالمي، وشفنا كلنا الحدث اللي حصل في حتشبسوت، وشفنا وكالات الانباء العالميه كلها وهي بتكتب وبتنقل الحدث، فده شيء يبشر بالخير باذن الله ان مصر على الخريطه السياحه العالميه باذن الله. طب استاذ فارس اخيرا عايز اسالك، بما انك امين عام نقابه سياحيه مصر، اولا انتوا عندكم عدد قد ايه في النقابه؟ لانه كان بيقال انه اكثر من 5 مليون من العاملين في المهن اللي هي حول السياحه، فانتوا عندكم عدد يقدر بقد ايه في النقابه؟ اللي بيعمل حضرتك في القطاع السياحي نوعين، عمالة منتظمة وعمالة غير منتظمة. عدد السياحيين في مصر 3 مليون عامل بيشتغل في القطاع السياحي. طب هل حضرتك لاحظت انه مع جهود الدولة في السنين القريبة الماضية بدأ يعود جزء من الناس اللي كانوا هجروا هذه المهنة
لتدني المستويات بتاعت الأرقام السياح بسبب حاجات كتير، بسبب الثورات وبسبب كورونا وبسبب أوكرانيا وبسبب حاجات كتير. هل عاد جزء من هؤلاء لأنهم كانوا عمالة مدربة وجيدة جدا وكانوا كلهم عايشين بشكل طيب جدا في ظل سياحة قوية في مصر؟ طبعا العمالة احنا شغالين عليها للتدريب وتقديم خدمات، وليهم دورات ثقافية في اللغات، عشان كده منثبت العمالة بأهمية دور النقابة المهنية للسياحين في مصر، ان ازاي يكون عندها كوادر وكيف نستقبل السائح بهذه العمالة بالزبط. اللي موجودة وتثبت، عشان احنا داخلين على تنافس عالمي في السياحة في 2023، وازاي مصر تنهض على الخريطة السياحية العالمية وتنافس العالم كله. اشكرك جدا استاذ فارس حسني، أمين عام نقابة سياحي مصر، شكرا جزيلا. الدين الخارجي يتراجع بقيمة 2.1 مليار دولار بنهاية شهر 6 الماضي. كشفت بيانات البنك المركزي تراجع في قيمة الدين الخارجي لمصر بنحو 2.1 مليار دولار في الربع الرابع من العام المالي 21-22 مقارنة بالربع الثالث، بنسبة انخفاض قدرها 1.3 وفق تقرير المركزي. الدين الخارجي بينخفض 155.7 مليار دولار، وصل إلى كده يعني بنهاية يونيو 22 مقابل 157.8 مليون دولار في نهاية مارس الماضي. أستاذ سمير رؤوف الخبير الاقتصادي وخبير أسواق المال والبورصة، مساء الخير يا فندم. مساء النور على حضرتك وعلى السادة المشاهدين يا فندم. أعتقد أن ده انتصار كبير لدولة تعاني من تضخم من الخارج بنسبة 60% وتضخم من الداخل بسبب ظروف كورونا وحرب أوكرانيا وسلاسل الإمداد وتعطلها، يعني أعتقد ده يعتبر إنجاز كبير، تقييم حضرتك إيه؟ بالفعل زي ما حضرتك ذكرت، يمكن بيانات البنك المركزي النهارده صادره عن احنا انخفاض في معدل الدين من 157 مليار و8 من 10 ل 155 مليار و7 و7 من 10 بانخفاض قدره 2.1 مليار دولار في الربع الرابع، في ظل ازمه كبيره جدا في الاقتصاد العالمي. وبالتالي البنك المركزي كان سدد حوالي 21 مليار عن خدمات الدين الفتره اللي فاتت، اللي هي السنة اللي فاتت خلال العام المالي اللي فات، بحسب التقارير الصادرة في البنك المركزي برضو في الوقت في أوقات سابقة. انخفاض العجز ده بيرجع يعني بحسب التقرير الصادر من التعبئة العامة والإحصاء للعجز في الميزان التجاري في مصر ب 2.7 مليار دولار عن يونيو 2022 مقابل 3.8 مليار دولار عن نفس السنة بنسبة 28% انخفاض. طيب السؤال اللي دايما بسأله أستاذ سمير، المواطن البسيط مع مثل هذه الإجراءات وكمان الإجراء بتاع البنك المركزي أمس برفع قيمة العائد على الشهادات الدولارية من 2.3 لـ5.25% في السنة، كل هذه الإجراءات هل يشعر المواطن أو سيشعر قريبا بتقليل التضخم أو بانخفاض الأسعار أو بقدرة زائدة شرائية للفلوس اللي معاه؟ هو للأسف الشديد أن الولايات المتحدة الأمريكية فيها أزمة كبيرة جدا في الاقتصاد الأمريكي، وده مأثر على كل الأسواق المالية على مستوى العالم كله. وطبعا عشان يعني التقديرات الأولية للحل الأزمة في 2024 أو في بداية 2024 لما هتبتدي تتحرك هذه المؤشرات التضخمية بالانخفاض، دي مشكلة بتواجه العالم كله، ودخل فيها طبعا مشكلة سلسلة الإمداد والتوريد وموضوع روسيا وارتفاع أسعار الطاقة. والتضخم هنا جاي ناتج عن حاجتين، ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير جدا وبالأخص البترول وأسعار الغاز، لأن الأسعار كمان الغاز ابتدت ترتفع مع دخول الشتاء، ومن جهة أخرى الأسعار اللي داخلة الفقاعة اللي داخلة فيها أسعار الغذاء، والأسعار الغذاء عاملة مشكلة كبيرة جدا في العالم كله، وبسبب أن عندك مشاكل في الاقتصاد العالمي وانخفاض في عملية يعني دوران هذه المخزونات من الأطعمة في الدول اللي هي كانت بتصدر، دلوقتي حصل عندها أزمة في العملات بتاعتها
فقص اقتصادها، يعني ضرب عصب الاقتصاديات العالم كله في حتى اللي كان بيصدر اي حاجه او بيصدر مواد اوليه او مواد بتروليه او مواد غذائيه بيبتدي يحصل عنده مشكله. فاللي بيحصل دلوقتي من البنك المركزي او بالقياده السياسيه حتى المصريه بشكل كبير ان احنا عملنا تخطيط من بدري على يعني المواد الغذائيه، وطبعا عندنا الصوامع، عندنا الحاجات اللي اتعملت. اسمح لي يا استاذ سمير، عايز أسألك عن توقعات بعض المحللين بأنه هتستمر أزمة وجود الدولار في مصر حتى منتصف 23 بسبب أقساط متسارعة لديون قصيرة الأجل لابد أن تلتزم بسدادها مصر حتى نص 23، يعني ما مدى صحة هذا الأمر، ومتى ستنفرج أزمات المستوردين واللي بيحتاجوا للعملات من النقد الأجنبي في مصر؟ احنا عندنا شقين في موضوع الدين، طولت الاجل ودي اللي هي حوالي 130 مليار تقريبا، وبقيه الرقم اللي هو حوالي 25 مليار في الديون قصيره الاجل. ديون قصيره الاجل عامله لك فعلا مشكله وعامله لك ازمه في عمليه ان انت كيفيه سدادها. عشان كده الوزير الماليه النهارده في الولايات المتحده الامريكيه بيحاول ان هو يعمل اذون خزانه او سندات انها تمول هذا العجز ل 2023. هو كله يعني عايز اقول حضرتك بالبلدي كده، احنا كل الاقتصاديات في العالم بيحاولوا يأجلوا الأزمة او يعني لحد ما 2024 تخلص، بحيث ان هو يعدي هذه المرحلة. يعني انا بتصور ان احنا نعدي هذه المرحلة بان احنا مثلا نحاول نمثل نوع من انواع الضغط او الطلب على الدول اللي مفروض يسدد اليها هذه الاقساط بانها تمهلنا شوية او تستغني عن جزء من ده، لأن احنا جربنا الاستثمار في أدوات الدين قبل كده وبعدين راحوا واخدين فلوسهم بنسبة كبيرة جدا، يعني كان أكتر من 30 مليار وفجأة خرجوا فبقت مشكلة كبيرة. فاحنا نرجعين تاني برضو نفكر نفس الطريقة. الأدوات المالية دايما بتتحرك حسب المشكلة الاقتصادية، بمعنى ان انت حضرتك كنت بتتكلم على الأموال الساخنة ودي هربت من عندك من الأسواق المالية بتاعتك بسبب ضرائب الأرباح الرأسمالية، واتكلمنا عليها أكثر من مرة، وبالتالي انت خرج من عندك 35 مليار ومنهم 20 مليار بسبب البورصة لوحدهم، يعني احنا بنتكلم حتى أكثر من الرقم اللي خرج من الاقتصاد كله. التمويل دوت بيدور على فرص استثمارية سريعة جدا، وبالتالي أنا مش بناقش دلوقتي بعد إذن حضرتك هو التمويل ده خرج ليه، هو بيدور على مصلحته. هل انا صلحت سياستي بقى اللي خرجته؟ ما هو ده اللي احنا بقى بنتكلم فيه، ان انت بتعدل سياستك الداخليه عشان ترجع تكتسبه تاني. اللي المفروض قصدك المفروض يحصل ده. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا استاذ سمير رؤوف الخبير الاقتصادي وخبير اسواق المال والبورصه. واضح انه ما زال امامنا خطوات واجراءات وتشريعات وتسهيلات لابد ان نتخذها لتحقيق وعد السيد الرئيس بانتهاء مشاكل المصدرين خلال شهر او شهرين بالاكثر، وده مش هيحصل إلا لو توفر احتياطي كبير من النقد الأجنبي، وده مش هيحصل إلا لو اشتغلنا أكتر وسهلنا أكتر وجبنا استثمار مباشر أجنبي بنسبة أكبر حتى من الرقم اللي قاله رئيس الوزراء امبارح 9.8 مليار دولار. انتخابات نقيب الموسيقيين بعد ما استقال الفنان الكبير النجم القدير هاني شاكر. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين الفنان دايما لما بيقوم بالعمل النقابي بيقوم من أجل إنقاذ أبناء مهنته، وهو طبعا يعني ربنا يزيد الكل، يعني مكتفي وراجل في عز مجده وبيلف وبيعمل حفلات وأحواله المادية كويسة، مش مستني معاش النقابة ولا مشروع الخدمة والمساعدة الطبية، لكن هو بيعمل لصالح أبناء مهنته. لكن كالعادة لصالح أو لآخر، حينما يحاصر النبيل يعني يشوف أن ده كده كتير وأنا أنسحب أفضل، لأني لا يمكن أن أتدنى لمثل هذا المستوى من الممارسات، وإذا كان الضغط علي عشان أمشي أنا مش واخد منها حاجة. فبعد هذه الاستقالة من عدة شهور عقدت النهاردة انتخابات المهن الموسيقية على مقعد النقيب، وفاز بها الملحن مصطفى كامل. وأجريت الانتخابات داخل نقابة المهن التمثيلية، نادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم بالجيزة، وكان في يعني شبه معركة لكنها ما كانتش شديدة قوي، لأنه
بعد أزمة حسن شاكوش وعازفي الإيقاع واستقالة هاني شاكر النجم الكبير، تنافس 4 أعضاء فقط بعد غلق التنازلات والطعون في المواعيد المحددة ليها، مصطفى حلمي، مصطفى كامل، شريف حمدي، علاء سلامة، وتم يعني الفوز لمصطفى كامل بمقعد نقيب الموسيقيين بفارق 400 صوت، وده طبعا فارق كبير جدا. أستاذ محمد زكي سكرتير تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، مساء الخير يا فندم. أستاذ محمد، ألو، معانا يا جماعة ولا إيه؟ أستاذ محمد زكي، ألو، أستاذ محمد سامعني؟ طيب هنحاول نكلمه مرة تانية لأنه أنا مش قادر أسمعه من مكاني هنا، لكن يهمنا. أستاذ محمد، ألو، أستاذ محمد زكي سكرتير تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، ألو، بخير، أهلا وسهلا. إيه الصوت خلاص وصل؟ الحمد لله على السلام. الله يسلمك يا أستاذنا. احنا بنتكلم على نقابة المهن الموسيقية، فأهم حاجة الصوت. دي حقيقة. أستاذ محمد، كيف ترى حال الموسيقيين بعد استقالة النجم الكبير هاني شاكر؟ يحسب للأستاذ هاني شاكر أنه استحمل كتير جدا في فترة توليه عضوة النقيب، يعني منصب نقيب الموسيقيين، خاصة أنه النقابة واجهت مشاكل كتير في التوقيت ده. أي. وكلنا ممكن نفتكر المشهد الغريب على النقابة بحجم نقابة الموسيقيين. كان في يوم من الايام نقيب ليها وكوكب الشرق وكلثوم وعبد الوهاب وكبار وغيرهم من الاسماء، يعني جميله اللي تركت لنا اثر موسيقي نعيش فيه لسنين وسنين قدام. ايوه. النقابه واجهت مشاكل كتير جدا الفتره اللي عدت، وكلنا شفنا المشهد الغير مسؤول من اللي حصل في كلسة الطلح اللي تمت ما بين حسن شاكوش وما بين سعيد ارتست، واللي حضر فيها النقيب وما تمش فيها اي نوع من انواع التقدير لوجوده وسط الناس، وده كان من الاسباب المباشره والنهائيه اللي خليته ياخد. يا استاذ محمد، انت تتحدث عن لغه خطاب متخالفه، يعني انت بتقعد مين مع مين عشان يكلموا بانهي اسلوب؟ وبعدين نقابه من النقابات الفنيه كانت هتعمل حفله وجايبه فيها عمر كمال ولا حسن شاكوش، وبعد كده نقول ان دول، طب اذا كنا احنا مش بنحترم قرارات نقابات بعض يبقى بنتكلم على ايه يعني؟ هو للاسف الشديد الموضوع ما كانش مدروس بشكل كويس يا استاذنا، يعني فكره ان انت رايح تعمل قاعده وتصالح ده على ده، فالموضوع الموضوع يكون مدروس كويس وليه اسس هتعملها بيها، ان انت فلان هيعتذر، فلان هيتقبل الاعتذار، مش كمان التاني يكون بيكن في نفسه انه لن يتقبل الاعتذار ويحرج النقيب ويحرج الناس اللي تدخلت في الموضوع. طيب قول لي بقى رايك انه مع مصطفى كامل ممكن ان تتحول احوال الموسيقيين لغايه فين؟ الموسيقيين متفائلين جدا بمصطفى كامل، شايفين انه هو هيخلصهم من حاله الركود اللي كانت موجوده الفتره اللي عدت، على حسب وصف بعض الاشخاص، خاصه ان الوجوه اللي كانت موجوده النهارده في انتخابات النقابه مختلفة تماما على الوجوه اللي كانت موجودة الدورة اللي عدت اللي كان موجود فيها الأستاذ هاني شاكر، وكانت المنافسة تقريبا صعبة شوية، لكن المرة دي كان هناك اتجاه بشكل كبير جدا من قبل الوافدين والناخبين في النقابة انه التصويت هيروح لمصطفى كامل، خاصة انه الثلاث اسماء الموجودين في منافسته اسماء مش مشهود لها بالعمل النقابي القوي. طبعا. يعني موسيقيين وموجودين وليهم أسماء بس كعمل نقابي مش موجودين. الموسيقيين شايفين أنه مصطفى كامل هو النموذج الأصلح اللي يكون موجود في المرحلة دي والقادر على تحريك بعض الملفات الموجودة في النقابة أو تحريك الماء الراكد زي ما بيقولوا عليه. وإحنا بنتمنى هذا مع حضرتك أستاذ محمد زكي سكرتير تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، شكرا جزيلا، ولننتظر النقيب الجديد الذي جلس على مقعد جلست عليه كوكب الشرق أم كلثوم وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وغيرهم من فنانين عظام لهم تاريخ طويل جدا جدا في العمل الفني والعمل النقابي أيضا. أه
دكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر مخاطر الطقس بيكشف من الهيئة العامة للأرصاد الجوية التفاصيل الأولية لحالة عدم الاستقرار من المتوقع أن تشهدها البلاد مع بداية الأسبوع المقبل. يمكن حضراتكم لاحظتوا أن النهاردة كان حر شوية بخلاف الأيام القليلة الماضية اللي كان فيها هواء لطيف وفصل الخريف هو فصل التقلبات. مدير إدارة التنبؤات بيشير لمخاطر أو أن الحالة المتوقعة هتبتدي مساء السبت، البلاد هتشهد حالة من عدم الاستقرار بيصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وأن أماكن الأمطار بالتحديد وتفاصيلها هتتضح خلال 48 ساعة المقبلة في ضوء متابعة صور الأقمار الصناعية. وهيكون معانا بالتفصيل على الأقل يوم الخميس علشان نطمن حضراتكم ونقول لكم برضو كيف تستعدوا لاستقبال هذه الموجة المتقلبة الأجواء. أخيرا وآخر خبر معايا النهاردة، العائلة المقدسة في قلوب شعوب العالم. أمس أقيمت احتفالية العائلة المقدسة في قلوب شعوب العالم، حضرها عدد من الوزراء وأعضاء البرلمان والسفراء الأجانب المعتمدين في مصر وعدد من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي و200 صحفي من كل أنحاء العالم. الاحتفالية بمناسبة انعقاد الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للصحفيين والكتاب السياحيين، عقدت تحت رعاية وزارة الخارجية المصرية وجمعية إحياء التراث الوطني نهرة. وكان للقناة تقرير حول هذه الاحتفالية، نشوف التقرير ونرجع بقى مع ضيفتنا الكريمة في فقرة الحوار لهذا اليوم الأستاذة هالة مكرم. تفضلوا. جمعية نهرة منشأة من سنة 1998، وكان أحد أغراضها أو الغرض الرئيسي هو الاهتمام بمسار العائلة المقدسة عشان قد يتحط على الخريطة العالمية ونجيب العالم. بكل أسف إحنا من سنة 98 أو 99 لغاية النهاردة ما عملناش حاجات كتيرة، صلعنا حاجات لكن لسه قدامنا بعض الوقت عشان خاطر نقدر نحط المسار على الخط اللي المفروض العالم كله يشوفه. وأنا بقول من دلوقتي إن يوم المسار ده هيتحط على خريطة العالم وهيبقى مغري إن الناس تيجي تشوفه، هيخش لي من المسار بس 30 مليون سائح. وزارة الخارجية بتوجيه من الوزير سامح شكري طبيب القيادة السياسية لها دور كبير جدا في العمل على الترويج للسياحة إلى مصر بكافة أبعادها، طبعا السياحة الأثرية والسياحة الدينية والسياحة الجغرافية والشاطئية إلى آخره، وده جزء من صميم عمل وزارة الخارجية وسفرائها في الخارج. وطبعا احنا بيسرنا ان وجودنا النهارده في تلك الاحتفاليه الخاصه باحياء مسار العائله المقدسه الذي يحظى باهتمام خاص من القياده السياسيه نظرا لاسباب عديده روحيه ودينيه وسياحيه. طريق زياره العائله المقدسه لمصر، طبعا في اهتمام كبير من الدوله بالمسارات المتنوعه في المحافظات، كثيره منها توضبت وجاهزه، بنرجو انه تتخذ الخطوات خطوات المهمة عشان خاطر السياحة تيجي اللي هتفيد مصر إعلاميا واقتصاديا ومن كل النواحي. أزهر والكنيسة في هذا التوقيت تحديدا كان ليهم العديد من الأدوار المهمة جدا في دعم الاستقرار المجتمعي وبيان أثر هذه المشاركات بين الأزهر الشريف والكنيسة المصرية في بيان هذه الروح من التآخي وفي الإنسانية، وكذلك ما قام به الأزهر الشريف من تأسيس لبيت العائلة المصري بينه وبين الكنيسة المصرية. دلوقتي في المرحلة الراهنة مركزين على نقاط المرور الفعلية المثبتة تاريخياً ودينياً وفقاً لمرجعية الكنيسة المصرية اللي هي 25 موقع، دول أنجزناهم بنسبة تفوق الـ 95% على أساس أن هيتم افتتاح كل المسار قبل نهاية هذا العام.
أما باقي المواقع التي لا تقع على مسار العائلة المقدسة إحنا بنهتم بيها علشان هي دي اللي هتسري المسار. مواقع كتير جدا مش مواقع مرور العائلة المقدسة لكن ليها أهمية كبيرة جدا، زي موقع العذراء الزيتون اللي كان منير بيه بيتكلم عليها من شوية، ده موقع مهم جدا جدا وليها أهمية، وهي حاجة ليها اعتبار سياسي وتاريخي كبير جدا، وظهرت فيها ستنا مريم العذراء في فترة كانت مهمة جدا شهدها جموع المصريين كلهم. الهدف طبعا هو إلقاء الضوء على مشروع مسار العائلة المقدسة في أرض مصر، وده الحقيقة مشروع مبشر بالأمل بأنه عن طريقه ممكن الدولة تجني ثمار سياحية كبيرة جدا. فبالتالي عايز أقول أنه كان فرصة مهمة ان احنا نلقي الضوء على هذا المسار. الايفنتس مهمه قوي سواء جوه مصر او بره مصر. النهارده انت كان عندك اعضاء من الكونجرس، كان عندك سفراء لاتين، 200 صحفي على مستوى العالم من اتحاد الصحفيين العالميين.